شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 39 بعد 100 بمدينة جنيف السويسرية. كما شارك الوفد برئاسة سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في اجتماع المجلس الحاكم. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مدينة جنيف سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو الوفد المشارك. مساء الخير سيدة جميلة، وما هي أهم قرارات اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني؟ مساء النور. طبعا أهم القرارات هي اليوم اعتماد قرار خاص للجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان حول موضوع تعزيز الهجرة وإدارة الهجرة. طبعا هذا بهدف اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، لأن في تركيز كبير في فعاليات البرلمان الدولي على موضوع الهجرة والمهاجرين هاي المرة. والقرار الثاني حول البند الطارئ اللي اعتمدته الجمعية العامة. طبعا تم اختيار موضوع تغيير المناخ، وبالإضافة طبعا هناك كثير من القرارات اللي صدرت عن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية. وفي هناك أيضا موضوع مهم هو موضوع دور البرلمانات في إنهاء التمييز القائم على التوجه الجنسي واحترام حقوق المثليين. وطبعا هذا القرار لاقى اعتراض كبير خصوصا من الدول الأفريقية والدول العربية والمسلمة، والحمد لله تم رفضه بغالبية البرلمانات الدول المشاركة. نعم سيدة جميلة، ذكرتي مشروع قرار الهجرة، كيف سيكون تفعيل هذا المشروع على المستوى البرلماني الدولي فور اعتماده؟ طبعا هو اعتمد هذا القرار وتأثيره بيكون جدا كبير خصوصا في ظل هاي الأوضاع اللي قاعدة تمر فيها المناطق اللي تواجه صراعات وحروب، وبالتالي بيكون هناك أثر إيجابي على الشعوب والسياسات وخصوصا الأشخاص اللي ظروفهم اضطرتهم إلى الهجرة أو اللجوء بسبب الصراعات اللي تواجهها طبعا بلدانهم. والاتحاد البرلماني قاعد مهتم اهتمام كبير وتابع آلية سير هاي القرارات في برلمانات الدول الأعضاء، راح يعني طبعا تكون هناك متابعة وخصوصا بالنسبة للدول المضيفة للمهاجرين واللاجئين. نعم سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.